ورجعنا لكم مرة تاني بكل حماسة عشان هنتكلم عن موضوع مهم جدا وموضوع صعب على ناس كتير جدا. هنتكلم النهاردة عن موضوع محرج لبعض الأشخاص وحساس لبعض الآخر. في ناس متقبلة وفي ناس مش متقبلة. هنتكلم عن التوعية الجنسية عند الأطفال بالأخص لو عندك بنات، لأننا لو ما عملناش كده وقعدنا مع ولادنا بنفسنا هنلاقي الأولاد بتدور على المعلومة من بره، وساعتها مش هنضمن هياخدوا المعلومة ازاي ومن مين وعن طريق ايه. تفتكروا لو انت هتقعد مع ابنك او بنتك وتقول لها ايه سواء اب او ام عشان محدش عارف يواجه الطفرة اللي حصلت وتفتح عقول ابنائنا اللي اتسعت الفجوة ما بيننا؟ لقينا هجوم اول ما جينا نتكلم عن الموضوع ده وحبينا نعرضه على السوشيال ميديا ونقول احنا نتكلم عنه في البرنامج، وقلنا ان احنا هنتكلم عن موضوع التوعية الجنسية، وناس كلمونا وقالوا لنا وهجمونا بدافع نصيحة من أصحابنا إن ده عيب، وإزاي إنك تقول كده؟ أنت هتفتح عين الطفل على حاجات زي كده إزاي؟ دي قلة أدب وما يصحش وكلام كتير قوي. وعشان خوف الأهل من المواجهة زادت وانتشرت حالات الاغتصاب وحالات التحرش اللفظي والتحرش الجسدي بين الأطفال، لأن الطفل بقى مش عارف إيه هو الخط الأحمر اللي ما ينفعش حد يتخطاه معاه، ولو حد تعدى هذا الخط هيعمل ايه وهيبلغ والده ازاي. للاسف الطفل كمان بقى بيخاف يقول حصل ايه، حصل تعدى عليه ازاي. للاسف مش فاهم ان 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 جسده ده، او فاهم بس خايف ومرعوب لانه مش عارف لو قال ايه النتيجه اللي ممكن تحصل له. في الاخر احنا اللي بندفع الثمن، وبنحاول ان احنا نغطي على كل اللي حصل زي ما حصل بالحرق اللي الطفله جنى، وزي ما يحصل كتير لاطفال كتير كمان. لو فضلنا حاطين راسنا في الرمل زي النعام ونقول عيب وما يصحش، لكن السؤال هنا لو كان الطفل اللي تم الاعتداء عليه ده كان تمت توعيته بحقوقه اللي المفروض ما حدش يتعداها، تفتكروا كان وصل للدرجه دي؟ ما اعتقدش. زي ما وعدناكم في اول حلقه من برنامج احنا والناس اننا هنقدم فكر راقي، فكر يحترم عقولكم. هنتكلم باستفاضه النهارده عن موضوع حلقتنا بطريقه علميه، وعشان نتكلم بطريقه علميه كان لابد من وجود معانا حد يكون اخصائي في العلاج النفسي والتخصصات النفسيه. تابعونا بعد الفاصل وهنرحب بضيفنا. ورجعنا لكم مرة تانية عشان نناقش موضوع حلقتنا النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة زي ما قلنا هو التوعية الجنسية عند الأطفال ومواجهة التحرش والإيذاء النفسي للطفل. وكان لابد أننا نكون معانا النهاردة ضيف يتكلم معانا بشكل شارح وشكل كافي عن مواجهة هذا الظاهرة وظاهرة التحرش بالأطفال. معانا النهاردة الدكتورة نهاد قعود، أخصائي العلاج النفسي بوزارة الصحة ومحاضر التخصصات النفسية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا منورانا. ربنا يخليك. موضوع التوعية الجنسية، عايزين نعرف يعني إيه التوعية الجنسية أصلا؟ كلمة توعية كلمة شاملة ومفتوحة بمعنى وعي، جاية من المصطلح نفسه الوعي. عندك طفل خام تماما ما يعرفش اي حاجه في الدنيا، يبتدي اول حاجه مصدر ليه بيكون انت اب او ام او الوسط البيئي اللي هو عايش فيه، البيئه البيتيه بالمعنى المفهوم. فبيبقى عايز يكون مداركه ويكون الوعي الحقيقي بتاعه اللي هيكمل معاه بقيه حياته. فبيبتدي دورك انت معاه من اول الميلاد، من اول لحظه هو فيها على الدنيا انت بتشكل له الوعي الاصلي، انت اللي بتحتضن بتشيل بتربي بتكمل معاه. لما نيجي نتكلم عن الوعي الجنسي بمعنى هو لحد دلوقتي ما يعرفش هو مين ولا هو ايه، بنبتدي نعلمه ثلاث حاجات مهمه تكمل معاه بقيه حياته: الخصوصيه والهويه الجنسيه والحمايه. الخصوصيه بمعنى جسمك ده يخصك انت لوحدك، الهويه الجنسيه انت ولد ولا بنت، بنفرقها له بالمعنى البسيط، بنت شعرها طويل ولد شعره قصير، انت زي بابا انت زي ماما. الحماية بمعنى بحميه من الآخر، أنا مضمونش المجتمع عامل إزاي،
فلان وفلان وفلان، بنسمي الاشخاص، هم دول بس وسط الحمايه بتاعنا. تمام. غير كده احنا ما نقدرش نقبل بتواصل اكتر من المسافه الشخصيه بتاعتك بينك وبينهم. دي مراحل. طب امتى ابدا اوعيهم؟ ايه السن المناسب للتوعيه؟ مهم قوي ان احنا نفرق ما بين الطفل دلوقتي جاهز ولا احنا بنحط له معلومات زياده هو مش جاهز ان هو يسمعها. اول حاجه بيبتدي يتعرف على جسمه الحقيقي في مرحلة ما يسمى بالبوتي تريننج دلوقتي، اللي هو بيقلع فيها الدايبر. هو دلوقتي اكتشف جزء جديد في جسمه، هنقابل فضول، فضول عادي جدا عند اي طفل، ايه ده؟ فانت بتبتدي ترد عليه، حبيبي ده ما ينفعش، انت لا، مع ماما بس، ندخل التويلت او الحمام مع ماما بس. من هنا بتبتدي التوعية اي بي سي، اول خطوة. وبعد كده بنتنقل لمرحلة السنتين اللي بيتم فيها قلع الدايبر ده، المرحلة اللي بعد كده بتجاوب على أسئلته المعرفية، بمعنى إنه عايز يعرف جسمه إيه بالظبط. أنت مضطر دلوقتي ترد. تمام. يعني هو هيسألك وأنت هتجاوب بمنتهى البساطة والشفافية. ربنا قال لنا إن مفيش دين أبدا منع إن أنت توعي ولا تعرف، والعلم مفيهوش أي حاجة تمنع ده. فهتبتدي تعرفه بالمسميات الطبيعية العلمية، يا إما بشكل علمي مبسط قوي يا إما بشكل ديني. دي في مرحلة الأسئلة والأجوبة. نيجي لمرحلة تانية هي بيحصل فيها كمون للأسئلة تماما، هو ما عندوش أسئلة، هو بيبتدي يكون معلومات من الوسط اللي هو عايش فيه. تمام. دي في مرحلة 7 سنين. في المرحلة دي هو بيجيلك بتساؤلات أقوى شوية، اللي هي المرحلة العقلية بقى، أنا جيت إزاي؟ لو كان عندنا وقت كنا عملنا المجسمات الكاريكاتير نفسي اشرحها، اللي هي انت جيت ازاي، هتشرح بمفهوم بسيط جدا وخطيبه الناس على قدر عقولها. هتقول له ان البدايه تكون البويضه اتحدت مع السبرم او الحيوان المنوي وحصل. هو الطفل هيفهم 7 سنين هيفهم، كل ما بيرتقي انت بتعلي اللغه بتاعتك معاه. اذا كان احنا واحنا في الابتدائي في سنه 4 و5 احنا كناش فاهمين الحاجه دي، يعني هو هيبقى فاهمها وهو عنده 6 سنين. نحاول نتجاوز بقى احنا ونخلينا في الجيل اللي احنا فيه. تمام. دلوقتي، لان الوضع مختلف خالص. السوشيال ميديا فتحت الدنيا جدا، اليوتيوب يعني شارح اكتر ما احنا نتخيل، الاولاد بتسمع كتير، الاوساط العمريه مش متقاربه، هي مختلطه، وانت بتبتدي تكون له بيئه بيتيه. انا عايزاك تفتح معاه قناه، انا مصدرك الاساسي في الاجابه، يعني اسالني انا. وده هيحصل ازاي اذا كان هو اصلا ما عندوش استعداد يسالك لانك عمرك ما اتكلمت معاه؟ تمام. يعني لازم تبقى البدايه من الاب والام او شخص بالزبط يثق فيه الطفل. بالزبط. طب الاب والام لو هما ما عندهمش الثقافه الكافيه، دي نقطة في الحاله دي بقى المفروض ان هما يتعاملوا ازاي؟ جدا ان انت تكون عارف هتقول له ايه امتى وايه الطريقه. عشان كده دلوقتي احنا بنتطور، بناخد كورسات في انك توعي ابنك ازاي، في محاضرات بيحضرها الاب والام بيتعلموا فيها ازاي يكلموا ابنهم في كل حاجه، ما يكونش فيه لبس في المفاهيم ولا عشوائيه معلومه ولا لا يا بابا عيب ما تتكلمش في الحاجات دي، لا، انت بتبتدي تبسط له كل حاجه، انت مصدره الاساسي، انت الكره الارضيه بالنسبه له. فعشان انت تكون واصل لده لازم تكون انت اصلا مهيئ نفسك تماما، انت عندك الوعي الكافي ليه. طب استاذه نهاد، لو جينا دلوقتي وقلنا ان لو في طفل حابين ان احنا نخاطبه، هل لازم نقعده في قعده كمحاضره علميه ولا نقتنص الفرص او المواقف اللي بتحصل لنا يوميا عشان ندلهم من كل موقف درس؟ حلو قوي ده، هو فعلا بنعمل كده. قصه، على فكره انا النهارده سمعت كذا كذا كذا، انت ايه رايك؟ الولد ده كان المفروض يعمل ايه؟ انت هنا بتعمل ايه؟ انت بتشوف تصوره وصل لحد فين، او الصح والغلط عنده ماشي ازاي، هل انت ماشي على الطريق، الخريطه بتاعتك مظبوطه مع ابنك، وعيته من هو عنده سنتين بان دي مناطق جسمك الحساسه هي تماما مقفوله، ولا انت ماشي غلط؟ هتحكي له حكايه، ايه رايك؟ كان ايه المفروض يعمله يا فلان، ابنك او بنتك؟ كان ايه المفروض هو هيرد عليك باللي وصل له. اول ما يرد انت بتبتدي تكمل على اجابته، صح؟ حلو، احنا تمام. غلط بتبتدي تصلح، وده طبعا بيبقى دور صعب عليك شويه، وخصوصا للطفل ان انت تعدله اصعب من انك تعلمه. عشان كده احنا بنقول توعيه من الاول، ما استناش الكارثه تحصل وبعدين اقول تعالى نعالج. هو اللي بيفرق في مجتمعنا ان احنا مجتمع شرقي، في كتير من اولياء الامور بيكونوا بيحرموا ده، او لا عيب ما ينفعش ان انا اوعيك، زي ما استاذ حماده قال في البدايه ان
يعني قابل انتقادات كتير جدا وقت ما بدانا ان احنا ننزل على السوشيال ميديا ونقول ان هنتكلم عن موضوع التوعيه الجنسيه، فده منتشر جدا في مجتمعنا. هل دلوقتي ينفع بقى العيب ولا ما دلوقتي مفيش حاجه اسمها عيب؟ لانك انت العيب بتتعلمه في الشارع اصلا. لو هتربي كلمه عيب عند ابنك انت كل حاجه عيب، انت هتربي كلمه حلال وحرام. تمام. ومفيش في الدين حاجه بتحرم انك تكون عارف حدودك. احنا ليه بنقول ان احنا ناكد على الهويه بتاعه الطفل عشان ما يجيش في سن متاخر يقولك انا مش حاسس ان انا ولد، او انا مش حاسس ان انا بنت، انا جوايا مش بنت. انت بتاكد على هويته، ده مش مرض على قد ما هو نقص وعي. طيب احنا دلوقتي قلنا ان احنا نعرفه مناطق جسمه ايه ونعرفه ايه خصوصيات. بالظبط. الخصوصيات اللي تحديدها عند الاب والام، هل الام هي اللي مختصه بكده ولا لو الام مفقوده هل في شخص كبير يقول لهم، هل الاب يقول لهم؟ يعني انا بتكلم على اختلاف الاجناس. حضرتك يعني عايز تحاول ان احنا في ظروف ما بقى. تمام. هيبقى مين اللي لازم يكون في شخص الاكثر التصاقا بالطفل في التعامل؟ هو ده اللي بيدخل يديله الشاور بتاعه، هو ده اللي بيدخل معاه الحمام، هو ده اللي بيغير له هدومه. لكن في مرحله ما الطفل هينفصل، بنت ولا ولد، هيتعلم يقفل الباب وهو بيغير. فده بيحصل مع اكتر شخص متصق بيه في التربيه، يعني هو ده الخاله، الجده، الام، لو الاب كتر خيره يعني معانا في المساهمه دي. لكن انت فين من ايه الخريطه المحيطه بالطفل؟ تمام. خريطه البالغين الكبار هم دول المسؤولين عن المشهد ده. بيكون اول حاجه بيتعلمها عيب، احنا لازم نقفل الباب واحنا في الحمام، عيب. دي مش العيب اللي هي عيب مجتمعيا، لا، عيب ان انت تفضل فاتح الباب. لزوميه يعني. بالظبط. دي حاجه لزوميه يعني المفروض تعملها. انت بتعلم الطفل في سن السنتين وثلاثه مش بانك بتتكلم زي ما حضرتك سالت، لا، انت بتعلمه بانك بتمارس قدامه، بتمارس الفعل، هو بيبتدي يتعود. بنقلع جزمتنا واحنا داخلين البيت، خلاص هو ده بالنسبه له ده تقاليد. طيب النصايح اللي احنا بقى هنديها للطفل بعد كده، يعني كل يعني السن بعد 3 سنين هيبقى خلاص بقى في انفتاح، هيبقى منفتح على الاسره بتاعه او الاهل بتاعه كاسره كبيره، هيبقى مرتبط بابن العم، بابن الخال، وهكذا. في حضانه. هل في نصايح بقى في التعامل مع الاشخاص اللي موجودين داخل الاسره؟ وخلي بالك ما تقعدش في مكان مغلق، خلي بالك ما تسمعش كلام، لما تسمع كلام تيجي تقول لي. ايه النصايح اللي انا امشي الطفل بيها؟ ده هيرجعنا للنقطه بتاعه الحمايه. تمام. يعني العم او الخال، واحنا بقينا بنشوف منهم سلوكيات شاذه للاسف دلوقتي، واقرب وابعد ومتوقع حالات موجوده وحالات فعلا، يعني فعلا في حالات كتير مشهوره. فخلينا نقول ان انا هعلمه الخال او العم او الجار او الصاحب ليه حدود عندي في المعامله. تمام. يعني ما ينفعش خاله يجي يقلعني الهدوم كلها ويقول لي انا هعلمك حاجه، انا عارف ان ده لا. هو خاله يقول لي تعالى نخرج نشتري حاجه، او تعالى اقعد معايا نتفرج على حاجه، او تعالى نلعب مع بعض. دي كلها توعيه، توعيه بادوار البالغين في حياتك علشان ما نتعرضش لما يسمى بصدمه اسريه. يعني اخ واثق جدا في اخوه وسايب له ولاده يكتشف مصيبه مثلا. حضرتك شايفه ان الطلاب الازهر الشريف بيكون عندهم توعيه اكبر من طلاب المدارس اللي هي المدارس العامه او الخاصه بشكل عام؟ يعني هو بيكونوا اكتر بيبتدوا بدري مثلا في موضوع الطهاره والصلاه وي 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 عن يعني بيدرسوا في العام. لكن هو طب احنا دكتوره نهاد معلش انا اسف، احنا برضو كان معانا تقرير مهم جدا، برضو كنا بنتكلم عن التعليم الديني والتوعيه الاخلاقيه الدينيه من الصغر. هنشوف التقرير ونرجع لبعض تاني. ومن واجب رب الاسره وربه الاسره بتوعيه الاطفال بهذا الكلام ده، هو التحرش والخطف والاغتصاب. ولازم كل اب وكل ام توعي ولادها وتوعي حتى عيال الشارع والجيران، كل دي لازم يبقى فيه توعيه ويبقى فيه صحوه لهذا الكلام. الاسره والمدرسه من اول الابتدائي لحد الجامعه. هي التوعية الجنسية محتاجة أعملها لكل مرحلة عمرية بشكل مختلف عن التاني، لكن الكور أو الأساس إن أنا محتاجة أبدأ مع الطفل من مراحله البدائية جدا، إن هو لسه بيبي صغير، حتى وهو سنة أبدأ أغير له في أوضة لوحده، يكبر شوية أبدأ أنا أوعيه لما يجي يتعلم البوتي أو التويلت لوحده، يبدأ يروح ابتدائي أو حضانة. قبل ما يروح الكيجي محتاجة أكون مفهمة إيه صح إيه غلط، إيه الناس تلمسه إيه الناس ما تلمسوش، لو صاحبك عمل معاك ده أنت هتتصرف إزاي. فأنا محتاجة أوعي ابني في كل مراحله العمرية، لكن الأساس قوي في الطفولة المبكرة.
رقم واحد محتاجة تحسسه بالأمان، إحساس عالي جدا. يعني في أمهات أول ما الولد يشتكي تنهار تعيط تضربه، لا هي محتاجة تتقبله جدا، تسمعه جدا، تحسسه بالأمان، تبدأ تدخل معاه في حوار، إزاي ده حصل، مين عمل ده، هنلجأ لمين في المدرسة نتواصل معاه. في البداية محتاجة هي تعرف ابنها يعمل إيه. هو المجتمع محتاج يتكاتف، يعني في الغالب الناس ما زلنا برضه سياسة ايه زي النعامة كده، ندفن راسنا في الرملة ومش عارف ايه، والأم تخبي والأم تداري، لا مش هتقول للمس، مش هتقول لبابا عشان بابا ما يضربوش، لا أنا محتاجة أواجه الموقف. فالمجتمع كله محتاج يتكاتف، الأم مع المدرسة مع دار العبادة، كله مع بعضه لمواجهة المشكلة. كل رب أسرة لازم يوعي أطفاله، يوعي أولاده، ده حسب تربيتك، ده حسب انك مثلا بنتك او ابنك رايح الدرس رايح المدرسه، تعرف هو اتاخر امتى وجاي من امتى، كده عمره ما يحصل مشاكل. لا لا ده عيب وحرام طبعا، احنا دوله اسلاميه طبعا وما ينفعش الكلام ده يمشي هنا في مصر اصلا. ده اكيد في كل وقت يعني، بس ربنا يستر من الناس اللي موجوده، مما توعي في يعني الموضوع كبير يعني. ما تقلقش قدام حد، ما تقعدش جنب شباب، والمفروض البنت والولد كل واحد ينام في مكان، حتى لو جه الصبيان برضه ما يتحكوش ببعض في مكان ولا على سرير ولا كده، ده المفروض اللي يتعمل. صح مثلية ماهيش فاهمة حاجة، لو حد يعمل معاها حاجة زي كده هي ماهيش فاهماها، فلازم لما أقول لها كده، أما تيجي حد يعمل كده هتعرف إن أنا قلت لها إن كده غلط، حتى لو هتقلع قدام أخوها الصغير وشافها ممكن أخاها يقوم يعني هيبقى مراقبها الصغير حتى وشايف ولا أنت كنت كده كده، هيتكلم الطفل برضو عنده انتباه وبيعمل كل حاجة بيقلد. أنا واحدة واخدة ثانوي أزهري دارسة فيه الولادة والغسل والجماع وكل حاجة، يعني كان أستاذ بيجي يشرح لنا كان بيتحرك كان بيجيب أبلة، إحنا ما كناش فاهمين يعني إيه كده وكده وكده، ففهمونا. فأنا طبعا أنا واحدة برضو اتجوزت فهمت حاجات، ولحد النهاردة بطلع حاجات وبفهم، مش عيب يعني، مش عيب يعني، ده كله احنا ما كناش نعرف، ما عرفتوش الا في كتاب اسمه الفقه. هم يحافظوا بس على نفسهم مش اكتر، ومن العيون وحشه يعني، واكتريه الناس كتير بتبص على كل واحد. لا عيب طبعا، الاهالي برضو تنصح ولادها ان هم يبعدوا عن الحاجات ديت، والحاجات ديت برضو المفروض الواحد ان هو يعرفها برضو ايه عشان يبقى يخلي باله منها بعد كده. اكيد طبعا لازم، احنا بالنسبه ان احنا بلد ارياف لازم توعي الاطفال وتوعي الابهات والامهات بالتحرش والاغتصاب والتسول، ويبقى فيه توعيه عن الحاجات ديت، لان طبعا في السنوات السابقه كان في الاسر كلها بتنام في اوضه واحده. لازم تتوعى، لازم اعرفه ان اي حد يتحرش بيك او يتقرب منك او يمسكك من اماكن خلفيه او ايا كان، لازم يبقى في توعيه للحاجات دي تتعرف لها. قصه تعليميه في المدارس، وفي درس او خطبه في المسجد توعيه للاطفال وللامهات وللاطفال والبنات، صبيان وبنات، ويبقى فيه توعية أكتر من لازم، لأن الوقت الزمن غير الزمن السابق يعني، فلازم فيه توعية في المدارس في المساجد في الدرس الديني في الخطبة أثناء الجمعة، الكلام ده كله يبقى فيه توعية. ورجعنا لكم تاني دكتورة نهاد، الوقت بتاعنا يعني خلاص قرب ينتهي، عايزين حضرتك دقيقة توجهي رسالة للآباء والأمهات اللي موجودين اتجاه أطفالهم، يعملوا ايه؟ بداية لازم يكون عارف كل أب وأم إن هو تربوي، دلوقتي هو في موضع تربية، إجباري دلوقتي إن هو يكون مجهز نفسه لكل المفاجآت، أسئلة فضولية، رغبة في تعلم، عشوائية معلومة بتجيله من بره، أنت البيئة البيتية اللي هي البيئة الأم، أنت دلوقتي لازم تكون عارف ابنك محتاج منك إيه، محتاج تعرفه وتفهمه وتفتح معاه قناة باب حوار، خليه يسألك وأنت ترد عليه، ما تخليهوش يحتاج يسأل حد بره، خليك دايما أنت مصدر الثقة، ابدأ أنت بالكلام معاه، أنت مش عايز تعرف حاجة، هو مفيش موضوع كذا عايز تتكلم فيه، أنت لما بتعمل كده دي أول خطوات الحماية، هي دي حماية ولادنا الحقيقية. وفي نهاية حلقتنا بنحب نشكر الدكتورة نهاد قعود أخصائي العلاج النفسي بوزارة الصحة ومحاضر التخصصات النفسي. شكرا، نشكر حضرتك جدا. في نهاية برنامجنا احنا تعودنا نقدم رسالة، لازم نعلم أطفالنا إن لو حد حاول يتحرش بيك أو يطلب منك أي حاجة غلط، زي مثلا لقالك اشرب سجاير أو اعمل أي حاجة وحشة، لازم يكون لك ليك موقف شجاع وموقف جريء، تجري وتصرخ بأعلى صوت وتوصل لحد أنت تكون واثق فيه وتطلب منه المساعدة وتقول له اللي حصل إيه. ما تخافش، لازم تعرف ابنك إن هو يكون ليه الحق في حماية جسمه، لأنه لو تعرض للإيذاء
مش معناه ان هو شخص سيء، بالعكس هو شخص كويس وشخص سوي جدا. لازم يا جماعه نوضح لاطفالنا فائده التثقيف الجنسي عشان اطفالنا دمت هم امل بكره وهم مستقبلنا، واحنا لازم نحافظ عليهم عشان في الاخر ما نندمش على اي حاجه وحشه. احنا المخرج بيقول خلاص انتهينا، ان شاء الله نقابلكم في حلقه جديده الاثنين الجاي من برنامج احنا والناس. السلام عليكم.